شابتر واحد بيتكلم على المانجمنت ساينس، ايه هو علم الاداره، انا ازاي دلوقتي علم الاداره ده بيفيدني بايه. بيقول علم الاداره ده بيبدا يحل لك كل المشكلات اللي موجوده في الاداره عندك. بيعمل ايه؟ بيبدا يحل لك كل الاداره. فقال لك ايه؟ قال لك از ابلكيشن اوف ساينتفك ابروتش تو سولف المانجمنت بروبلمز. بيبدا يحل كل المشاكل المتعلقه بالاداره الموجوده في الشركه. ليه بيعمل كده؟ قال لك عشان بساعد المانجرز اللي هم ياخدوا قرار افضل قرار عندهم بالنسبه للشركه. حلو يا شباب؟ فايه هو اصلا المانجمنت ساينس ده؟ فبيقول لك علم الاداره ده ساينتفك ابروتش. الساينتفك ابروتش ده تو سولفنج مانجمنت بروبلمز، بيبدا يحل لك كل المشاكل المتعلقه بالموجوده في الاداره نفسها. فبيبدا يقول لي عرف لي المانجمنت ساينس scientific approach to solving management problems. ده علم الاداره اللي هو نهج علمي بيبدا يحل لك كل المشاكل. عشان يا شباب هيجي يلخبط لك في دي، لازم يكون scientific، هيقول لك theoretical وphysiology وكل الهبل ده. لا، هو scientific approach بيبدا كل يحل كل المشكلات المتعلقه في الاداره المانجمنت. ليه؟ عشان ادي قرار يدينا يساعد المانجر اللي هم ياخدوا افضل قرار. انا يا شباب لو شغال في شركه معينه، الشركه دي عاوز ابدا انزل موبايل جديد في السوق، لو عاوز ابدا اشوف السعر كام في السوق عندي، والله هنزل الموبايل ده ب 1000 جنيه. طب انا يعني اخدت قرار بناء على ايه؟ انا ممكن يا شباب اخد القرار ده ومفيش حد يجي يشتري الموبايل ده، يبقى انا كده خسرت، يبقى القرار بتاعي في الشركه مش كويس، يبقى انا ما توفقتش في القرار ده. لازم اخد القرار ان هم يعني لازم احل المشكله عشان المدير يبدا ياخد بيست ديسيجن، افضل قرار لي وللشركه كلها. فبيقول لي عندي حاجه اسمها المانجمنت ساينس تكنيك. ايه هو التكنيك بتاع علم الاداره؟ قال لك والله التكنيك بتاع علم الاداره ده بيمر باكتر من مرحله. اول مرحله فيه حاجه اسمها اوبسرفيشن. ايه هي اوبسرفيشن يا شباب؟ قال لك دي الملاحظه بتاعتي، هل هي المشكله دي موجوده في السكوب بتاعتي ولا لا؟ ببدا اشوف بلاحظ المشكله كده وبكل الحاجات بتاعتي. بعد كده عندي حاجه اسمها بروبلم ديفينيشن، ببدا اعرف المشكله. المشكله دي يعني ايه اصلا المشكله دي؟ طب هل المشكله دي كانت موجوده قبل كده؟ طب الناس اللي كانت موجوده قبل كده حلوها ازاي؟ طيب الناس ايه افضل قرار توصلوا ليه؟ طيب ابدا اعرف كل المشكله وابدا ابحث عليها واجيب عليها داتا كبيره جدا. وبعدين ابدا اعمل موديل كونستراكشن. هبدا والله اقول لك انا واحد باشمهندس عاوز يحل المشكله بالكود، يكتب بايثون كود ويبدا يحللها. باشمهندس ثاني يقول لك لا يا عم انا مش عاوز كده، ابدا احلها بالطريقه المعادلات الرياضيه. واحد ثاني يقول لك لا انا هبدا احلها بالاحصاء، برنامج الاس بي سي اس وابدا اشتغل عليه. انت بقى بتعمل موديل كونستراكشن، بتشوف بتبدا تحل المشكله ازاي. انت مثلا لو قلت لك يا شباب المشكله مثلا عاوز اجمع رقمين، هتقول لي تبدا تعمل كل المعادلات، تبحث كل المشكله بتاعتك، بعد كده اجمع رقمين، قالوا مثلا اكس بلس الواي. واحد ثاني يقول لك لا اكس بلس واي هنعملها بطريقه ثانيه، واحد يقول لك لا اعملها مثلا بالبايثون. براحتك، ما اكس بلس واي في رياضه هي اكس بلس واي بالبايثون هي نفس براحتك. انهي موديل كونستراكشن. وبعدين قال لك حل لي بقى يا عم، قول لي مين بقى السوليوشن بتاعي، مين الحل بتاعي. قال لك مثلا اكس بلس مثلا 1 بلس 2 ايكوال 3، واحد يقول لك بايثون ايكوال كذا، فطلع لي الحلول بتاعتي. واحد يقول لك ده افضل حل انا توصلت له. فبعد ما تخلص خلاص خطوه الامبلمنتيشن بقى، قول لي التنفيذ بتاعي، نفذ لي بقى. خد يا عم المانجر اهو، والله يا عم مانجر انا دلوقتي طلعت حل المشكله 1 2 3، خد انت بقى ونفذ الحل، خد افضل قرار بينهم. يفضل بقى ياخد قرار. طب مال ايه الفيدباك دي؟ قال لك فيدباك دي ايه هو الفيدباك على التنفيذ بتاع المشروع بتاعك. زي ما قلت لك اكزامبل، انا دلوقتي لو مثلا عندي شركه انا بتصنع تيشرتات، فوالله التيشرتات عملت عروض معينه، التخفيضات قال لي العروض مثلا وليكن 5%. حلو، طب ال 5% دول خلاص نفذت، انا كمدير اخذت قرار نزلت ان التيشرت ده عليه خصم 5%.
ابدا اشوف الفيدباك، اسمع اراء الناس. واحد قال لي، سمعت راي ناس مثلا قال لي لا التيشيرت ده الخامه بتاعته كويسه وفعلا كويس ان هو نزل 5%. واحد ثاني يقول لك لا يا عم، ده الراجل ده الشركه دي ما نزلتش في السعر قوي، احنا عاوزين ننزل في السعر مثلا 20% 30%. ايه ده؟ فابدا اخد ايه قرار جديد تاني. لقيت الناس كلها مش عاجبها ال 5% ده، ومحدش جه اشترى مني، يبقى القرار اللي انا اخدته غلط. ابدا تاني ارجع اعمل بروبلم ديفينيشن موديل كونستراكشن والسوليوشن، ابدا اقول لك لا اعمل، طب جرب كده اعمل 20%. ايه ده؟ لقيت 20%، لقيت ده، لقيت في ناس كتير جدا جايه تشتري مني، بس مش الناس كلها جت اشترت، لا وليكن زادت مبيعات. هعمل اعمل ايه؟ لا مثلا هزود الخصم وليكن 50%. ايه ده؟ ده انا الخصم 50% جات لي فيدباك كويسه من الناس. ليه؟ لقيت في ناس فعلا جت اشترت كتير جدا. الارباح بتاعت الشركه عندي زادت في الوقت ده يا شباب. خلاص يبقى اسمع، اخد فيدباك بقى من العميل بتاعي. هل الكاستمر ده مديني راي كويس عن الشركه او البرنامج اللي انا عملته له ولا لا؟ ما انا ممكن البرنامج اللي انت عملته له ده وحش جدا جدا ومش هيجي يشتري منك اي برنامج تاني. لا يبقى انا انفذ، اخد كل الحاجات اللي هو عاوزها وابدا انفذها في الحاجات الجديده. يعني زي ايه يا شباب؟ لو انت لاحظت في الفتره الاخيره شركات الموبايلات بتنافس بعضها. بتنافس بعضها ازاي؟ يقول لك والله والله شركه مثلا الموبايل ده بتاع فلان لا الكاميرا فيه مش كويسه. ايه ده؟ طب بس لا بس انا اروح لشركه هواوي عشان شركه هواوي مثلا الكاميرا بتاعتها كويسه جدا، انا محتاج الكاميرا. ايه ده؟ فتلاقي الشركه الثانيه الاولى سمعت ايه ده؟ ده انا عندي في مشكله في الكاميرا، ابدا في الاصدار الجديد الاقي عند الكاميرا حلو. اجي ابدا بقى كاحمد اخد الموبايل بتاع الشركه الاولى، لقيت والله ان فعلا حسنوا في الموبايل الجديد. اسمها ايه؟ اسمها فيدباك. فده كله اسمه يا شباب مانجمنت ساينس تكنيك. يبدا بقى يشرح لك هنا يعني ايه اصلا ديفينيشن بروبلم والمودل كونستراكشر والامبلمنتيشن وكل الحاجات دي. حلو يا شباب؟ عندك بقى حاجه اسمها بريك ايفن اناليسيز. ايه هي البريك ايفن اناليسيز يا شباب؟ قال لك اسمها بريك ايفن بوينت او حاجه اسمها البروفيت اناليسيز او بريك ايفن اناليسيز، ده كله مسمى واحد. قال لك ايه هو مسمى واحد؟ قال لك is to determine the number of units of a product to sell or produce that will be equity total revenue with total cost. يعني ايه؟ اوتوماتيك تسمع كلمه بريك ايفن بوينت بروفيت اناليسيز بريك ايفن اناليسيز على طول يبقى عاوز احسب الحجم، كام منتج معين كام موبايل ابيعه في الوقت ده، الخساره بتساوي المكسب بيساوي التكلفه. يعني ايه؟ يعني مفيش مكسب ولا في خساره في الوقت الحجم. مثلا وليكن انا عندي 100 موبايل، في الوقت اللي انا هنتج فيه 100 موبايل في الوقت ده العائد بيساوي التكلفه، يعني الخساره ولا كسبت ولا خسرت. ليه الهدف لا كله ده يا باشمهندس؟ عشان ده يا شباب في الوقت ده هزود الحجم. مثلا عندي 100 موبايل، في الوقت ال 100 موبايل انا ما كسبتش ولا خسرت، فهعمل ايه؟ هزود، هقول له 150 موبايل. ال 50 موبايل الاضافيه دول مين؟ المكسب بتوعي. يبقى في الوقت ده ال 100 موبايل جابوا حق التكلفه. حلو، يبقى بعد كده هجيب بقى تكلفه جديده، قصدي مكسب جديد ليه. فقال لك البريك ايفن اناليسيز يا شباب بتتكون من ثلاث حاجات مهمين جدا. حاجه اسمها الكوست التكلفه، حاجه اسمها العائد، حاجه اسمها بروفيت، حاجه اسمها الفوليوم. مين الفوليوم ده؟ كام موبايل هتبيعه؟ كام تيشيرت هبيعه؟ كام مثلا معرفش بتاع جبنه هبيعها؟ كل تفاصيل. حلو يا شباب؟ وبعدين قال لي خلي بالك التكلفه بتتقسم لحاجتين، حاجه اسمها فيكسد وحاجه اسمها فاريبل. ايه هو الفيكسد؟ قلت لك الفيكسد مثلا زي ايه؟ انا دلوقتي عاوز اعمل مصنع جديد. المصنع الجديد ده يا شباب ابدا اشتري ارض، ابني المصنع الجديد، اشطبه، اعمل كل فيها، اجيب المعدات.
هل الحاجات دي التكلفه بتاعتي تتغير؟ لا هتتغير ليه؟ هي بتتعامل مره واحده بس وبعدين خلاص، فاسمها ايه؟ فيكسد. انا مثلا المعدات، هل كل شويه اجيب معدات ولا هي بتيجي مره واحده بس المعدات؟ قال لك بتيجي مره واحده بس، فدي اسمها التكلفه الثابته. طيب مين يا عم بقى الفاريبل كوست؟ قال لك دي التكلفه المتغيره. ايه يعني التكلفه المتغيره؟ قال لك مثلا تصنع الموبايل ده بيكلفني $500. ليه بقى $500؟ هجيب مثلا الكاميرا ديت من اعرفش الشركه ديت، هجيب الشاشه، هجيب البطاريه، ده كله بيكلفني، فاسمها ايه؟ اسمها فاريبل كوست. فكل موبايل هصنعه بيكلفني 500. بس افرض عاوز اقول لك 100 موبايل، فهتقول له 100 موبايل في $500 بيساوي $5000. حلو يا شباب؟ فاسمها الفاريبل كوست اللي هي ايه؟ اسمها البي سي. مين الفي؟ الفوليوم. مين السي؟ في اللي هي التكلفه. حلو؟ وبعدين طيب ايه هو بقى مجموع الكوست بيساوي مجموع الفيكسد بلس الفاريبل؟ مين الفيكسد؟ التكلفه الثابته اللي بتتعمل مره واحده بس وما تتغيرش. امال مين الفاريبل؟ ده الفاريبل اللي معتمد على عدد الوحدات او عدد المنتجات بتاعتي. فبقول لي سي اف بلس بي سي بي. حلو يا شباب كده؟ طيب افرض انا قلت لك هنا وليكن الفيكسد كوست، الفيكسد كوست عندي كام؟ 10000، الفاريبل كوست 8، فانت كام؟ 400. فالتوتال كوست هيساوي 10000 بلس 400 في 8. مين 400؟ عدد الوحدات. في مين 8؟ قال لك ال 8 دي السعر، فتساوي كام؟ 13200. يبقى ده التوتال كوست.